السلام عليكم الحباب ديالي، الغاليات الغاليين، كي دايرين؟ لاباس؟ الميمات البنات، خوتي خواتاتي، منين ما جيتو مرحبا، الف مرحبا. كنرحب بكم ديما في القناة ديالي. الناس اللي انضموا الجداد للقناة كنقول لكم مرحبا، الف لا مرحبا، كتنوروني في القناة ديالي، ديما كتنوروني. الناس اللي كانوا معايا في البداية كنقول القناة ديالكم دار داركم، حتى نقول لكم ديما كنشكركم بزاف. الاخوات الاخوان الحبابات ديالي الغاليات ديالي، كنقول لكم الشكر قليل في الحق ديالكم. ديما كنقول لكم جزاكم الله كل خير، ديما كتنوروني بالكومونتير ديالكم. الى عجبكم الفيديوهات ديالي واحد اللايك، هذيك لي كومونتير ديالكم زوينين بحالكم، كيحفزوني باش نزيدكم. الله يجازيكم بالخير، الله اللي غيجازيكم مع هادشي اللي كديروا معايا. الكلمات كيمشيو ليا الاخوات، سمحوا لي سمحوا لي. انا داكشي باش ندير هذيك الصوا وداكشي كيمشي لي، سبحان الله الكلام. المهم اللسان كيعجز على تعبير الاخوات باش نعبر على الشكر ديالكم. اليوم ان شاء الله غنقدم معاكم واحد البنيي ولا الروكو، في اسبانيوليه كيقولوا الروكو، ساهل وما كيديش الوقت معاكم باش يوجد، ما محتاجش يخمر لا والو. المهم ان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه قبل ما نجيبكم المقادير. نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاخوات ديما نصليو على النبي باش نديو الاجر في الحسنات بزاف. الاخوات صلات على النبي. هنايا غنجيب معاكم المقادير، بسم الله، سهل ما كيديش بزاف د المقادير، واي وحده غديرها غينجح معاها في اول هنايا خواتاتي البنات اللي مبتدئات، كنت كنقول لكم المقادير هركت راسي هذاك الشيء اللي كنقول ماشي هو هذاك. كنت نحط الصوت على الفيديو على هذا الموقع فين كندير المقادير. عندي تماك جوج بيضات، انا صحاب لي كنصور ولكن ما صورتش. درت جوج بيضات ودرت هذيك شرشين تاع فاني ديال 8 غرام، ودرت كبصه تاع الملحه. كل بيضه كدي 3 المعالق من هذاك العبار اللي كندير الطحين على حساب الدقيق على حساب تجمعوه وصافي. هنايا عندي جوج بيضات، نعمل 6 المعالق تاع الزيت، واخا انا درت الغلط درت 7 ولكن نتوما ديروا 6 المعالق الزيت، 6 معالق الحليب، 6 معالق السكر، خميرة الحلويات درت معلقة صغيرة. المهم غتشوفوا كلشي، تجمعوا الدقيق غير يجمعوا صافي، محتاجش تعبروا. المهم ما يكونش العجين ديالكم معكم كاسح. المهم غتشوفوا من المراحل كاملين. غير هنايا السكر انا ما درتش 6 معالق، درت غير 4. نتوما على حساب الذوق ديالكم، الا كتبغيو السكر بزاف ديروا 6. هاد الروكو كيجيو فيه 6 المهم جوج بيضات 6 معالق من الحاجه، كل حاجه ديروا منها 6. المهم بقاو معايا باش تشوفوا المراحل كاملين. سهل ما كيديش الوقت، ما كيخمر لا والو هذا الروكو. المهم ديروا 6 معالق نتاع السكر، 6 معالق سميتو، 6 كل بيضه كدي 3 معالق الاخوات باش تفهموني. ما نعرف في الفيديو غنشوف واش درت 6 ولا لا، بعد مرات كنساها. هنايا سميتو الخميره ديال الحلويات ندير واحد المعلقه صغيره وصافي، ما عنديش بزاف. هنايا نتوما زيدوا عاوتاني الا بغيتو تزيدوا. ما كيديش الخميره ديال الخبز الاخوات، هذا الدقيق كندير بحال على حساب نشوف فيديو واش وقف ولا لا. الدقيق نعمل بحال الاخوات، نشوف العجين خاصه ما يكونش كاسح، ما يكونش رطب.
صافي غنجمعو صافي غنخليه باش ما يجيش يكسح، الا جا كسح بزاف ماشي مزيان. المهم الحبابات ديالي غيجي بحال هكا، ماشي كاسح بزاف، ما كيحتاجش يتعجن هاد العجينه، ما كيحتاجش يتخمر، غير تجمع فيه الدقيق، نجمعوا فيها الدقيق وصافي. نخلي الحبيبات ديالي غير جمعت هذيك العجينه وصافي، ما عجنتها ما والو. المهم كتشوفوا واخا راه كتشوفوا راه رطبه ماشي كاسحه، كتشوفوا ما عجنتها ما والو، ها كتشوفوا العجينه كي دايره، جمعتها وصافي. المهم جمع هادشي نرجع معكم باش نخدمها. هنايا الحبابات من بعد ما غسلت يديا ورجعت عندها، ها كتشوفوا العجينه كنهزو كل على حسب شحال بغيتو نتوما، ولكن ما ديرهمش كبارين بزاف، كنحرب لهم بحال هكا. المهم الا بغيتوهم شويه غلاضين، الا بغيتوهم ركاك كيما بغيتو الحبابات ديالي. هنايا بغيت نديرهم شويه صغارين، كنلصقهم بحال هكا. درت الزيت سخون بحال قلت لكم ما كيرتاحوش هادو دغيا دغيا كيوجدوا. المهم نحط هنايا حتى تسخن الزيت وصافي. نحاول نديرهم قد قد، انا عندي وحده كنديرها كبيره وحده صغيره. المهم نحاولوا نديرهم بحال بحال، كنحرب بحال هكا الاخوات، غنستمر بحال هكا فيديو باش ما يجينيش طويل بزاف ونرجع معكم. هنايا الغاليات ديالي مني وجدت هنايا معكم هادو، دابا بحال ملي كنحطوهم هنايا الا شفتو معايا بحال مجموعين ولاو صغاورين، دابا بحال كنجبدوهم شويه، الا لقينا العجين ما تلصقش فين لصقنا العجين ديالنا كنركوه، الا بغيتو تخليوه غلي تخليوه، ولكن حسن جبدو شويه ما تخليوش هكاك بحال هكا هناك. هنايا عندي الزيت هنايا، كتشوفوا عندي الزيت هنايا وحطيت هنايا سميتو ما كنزيدوش عليه بزاف باش ما غيحرقناش، يبقى في الداخل خضر غيكون على العافيه مويه. المهم الاخوات كتشوفوا معايا كنحاول مع بحال هكا كنجبدو، كتشوفوا راه ساهل ما كيدي لا يخمر، الا بغيتو تعملوا الكوتي ولا جا عندكم شي حد كيجي بنين وما كتحقروش، واخا كتشوفوا هكا ملي كيطيب كيجي بنين. جربوا الاخوات ديالي الحبيبات ديالي غيعجبكم. هكا تشوفوا دغيا كيتحمر معاكم. نكسو عليه العافيه باش ما غاديش. المهم غنستمر بحال هكا الحبيبات ديالي بحال هكا. هنايا الاخوات كنستمر كنقلي بحال هكا، وكان هذيك العجينه اللي عندي كنحرب لها باش هذيك اللي غتطيب عاوتاني غنزيد ليها اخرى بحال هكا. الاخوات كنزيد بحال هكا. المهم كاين معايا شي حد هنا كيقول لكم ديروا لايك. ماشي انا اللي كنقول. المهم الاخوات الا بغيتو ديروا بحال هكا على طاولات العمل ولا هكا تكون بلاصه نقيه وكتحربوها بحال هكا باش تجيكم سهله. المهم غتلقاو كاملين عندها شي وحده عندها شي حيله بحال هكا كنجبدها الاخوات، غنستمر بحال هكا باش ما غاديش يجيني الفيديو طويل. هنايا الغاليات ديالي من بعد ما كملت القليان كليتو كامل، هاكا تشوفو تبارك الله كيخرج طبسي عامر. إلا عندكم ضيوف ولا
العائلة ديالكم تبارك الله كيخرج هادوك جوج بيضات، كيخرج تبارك الله الطبسي كتشوفوا هنايا، كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا عليه شوية سكر كلاسي ولا سكر حبيبات ولا تخليوه هكاك ما بغيتو، ولا دوبو الشكلاط ودوزوه بحال هكا الفوق. انا غندير ندردر عليها شوية نتاع السكر. كنقولكم بالصحة والراحة، الى عجبكم ما تنساوناش باللايك ديالكم. الناس اللي جاو جداد عجبتهم القناة كنقولكم مرحبا، الف مرحبا، شاركوا في القناة يوصلكم كل جديد. هنايا نقولكم مع السلامة، الفيديو المقبل ان شاء الله غنحل معاكم وحدة، نسيت كيجي الشيش الاخوات، كيجي الشيش كيجي خاوي في الداخل، كيجي خفيف بحال غتقولوا راه خمر، كتشوفوا راه كيجي هشيش. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وبصحة وراحة، نقولكم مع السلامة، الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامة.